تلفزيون دبي. كنا قبل البريك مع رامي عياش، سيرين، عبد النور وأغنية شادية نرح منك يا عين. حلو كانت جيو. أنا تحديدا الأغنية بحبها كتير، وكتير انبسطت إنه قدرت غنيتها وخاصة مع رامي يعني. وفي تراتاتا إن شاء الله تكونوا في تراتاتا طبعا، إن شاء الله يكونوا حبوها الجمهور. أديتيها أكثر من حلو، ما شاء الله عليك. الله يخلي لي إياك على طول حد. سيرين، رامي غني لك يوم عرسك، رح تغني له يوم عرسه؟ إيه أنا اللي بدي أغني يوم عرسه. يلا والله مطول هالقد مطول على الوجه بشكل جاي. ما في مشروع قريب رامي؟ وأنا بقول له أهلا بشو اسمك؟ بكون نسي خريف، بكون نسي أنا بيه. لا بس الله يشد الظهر فيك، يعني شكلك كثير مطول بعدك. لا إن شاء الله لا، ما نبين له عروس هالشكل. والإنسان بينطر نصيبه، واهلا وسهلا فيكم جميعا. عن جد كيف بلشت صداقتكم انت ورامي؟ عن جد كيف بلشت صداقتنا؟ يعني لا خلينا نحكي. اكيد لا. اي تفضلي. تفضل انت، ما ذكرني كيف بلشت. لا عن جد عن جد كثير. رح اخبركم شيء كثير لذيذ. اوكي استاذ لطفي، شوف الفنانين كيف يتعرفوا على بعض. قبل ما تغني سيرين، كان عندي سهره لملكات جمال عم بغني فيهم. اوكي وسيرين اللي بشوفها بالأول بفكرها كتير سئيلة وشايفة حالي. ايه وشايفة حالها، وانا اخذت نفس الفكرة عنه انه سئيل وشايف حاله. بسكت يعني؟ لا عم بعلق على الاشياء. فانا ناطر بروفتي وواقف وهي هيك بالضبط. طلع بخبري قلت له ليه هيك عاملة مكشرة فل. فعن جد يمكن في مثل بيقول، عرفتي؟ عرفت. أنا اللي عرفت من وقتها تعرفت عليها. مزبوط. وقتها هيك تعرفنا على بعض. بعدين صرنا نقول إنه عن جد الأوقات العالم مش لازم ياخدوا فكرة عن الشخص من أول نظرة، لأن يمكن يكون هو تعبين أو معصب. صح. يعني رامي طلع غير كومبليتلي مثل ما أنا كنت مفكرة إنه شايف حاله. وأنا كمان يعني إنه كتير عالم بسمع إنه بفكروني إني شايفة حالي، يمكن لأنه شوي هادي أو ما كتير بتضحك أو ما بعرف. لطفي بوشنايك، تؤمن بالصداقات الفنية ومن من الفنانين أصدقائك سواء في تونس ولا في بقية العالم العربي؟ أؤمن جداً بالصداقة الفنية، لأنه نتكامل، وأنه في أشياء ربما زميلك يشوفها أنت ما تشوفهاش. والتشاور الفني ضروري جداً، والاستماع إلى الآخر والملاحظات ضرورة جداً. يعني صداقاتي كبيرة جداً. وبما أنه نحكيه في الأمثال، ماذا عن مثل صاحب مهنتك عدوك؟ لا ليه؟ لا، لابد أن تنطلق من مبدأ أنك لا تستطيع أن تكون شمس لكي تضيء على كل الناس. فلازم يكون من كل شخص له نوعيته، كل شخص له اللوك بتاعه، وكل شخص له النكهة بتاعته. بستان فيه زهور وزهور متنوعة، وكل واحد يأخذ حظه في الدنيا. أنا برأيي أنه كل فنان عنده شخصيته وعنده ثقة كبيرة بنفسه، ما عنده مشكلة أنه يكون عنده صداقة مع الفنانين. شكون من الفنانين أصحابك؟ والله في تونس هنا، في من 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 أستاذنا الكبيرة طال الله في عمره، الأستاذ وديع الصافي، ملحم بركات، جورج والصوف، رامي، سيرين، الأخت بدور، فرح، خالد الشيخ، مارسيل خليفة، جوليا بطرس، من مصر كل الإخوان المصريين، من المغرب، من الجزائر، ولا بكرة عد ما في أسماء. لطفي بوشنايك، باش نسمعوك في سولو الآن. كان تعطينا فقط كلمات الأغنية. أغنية تقول عجيبة الدنيا وغريبة، لا تغرك يا إنسان، ومهما تسهال صعيبة بالك ليها تطمان. غابة وحارسها ذيب، يضحك في ثوب حبيب، يجرح ويقول طبيب، جاي خايف على الحملان، لكن في قلب الليل كي نشوف وجهك يا حبيبة، نضحك ونقول الويل سحابة وتعدي قريبة، نرقص بجناح الطير ونغني الدنيا بخير، مدام قلبك الكبير طيبة تفتح ريحان. آدم فتحي.